السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يوسف الشبراوي، والنهارده فيديو جديد ان شاء الله هنستعرض فيه اخر الشغل اللي جالنا النهارده ان شاء الله باذن الله. في شويه شغل مميز عندنا، جالنا من 17 19 22 23 24 27 و30 بوصه. هنستعرض كل حاجه ان شاء الله في السريع كده، وهنقول كل مواصفاتها. اللي محتاج اي حاجه، اللي محتاج حابب يعرف الاسعار، حابب الكتالوج او اي حاجه، ممكن يتواصل معانا على الواتساب على الرقم اللي ظاهر لك ده، او في التعليقات تحت في التعليق المثبت وفي لينك المواصفات هتلاقيني عامل لك رابط للكتالوج، بتدوس عليه بيفتح لك كتالوج فيه الصور بتاعت الشاشات كلها والاسعار بتاعتها وكل مواصفاتها وبياناتها. ولو محتاج اي حاجه برضو ممكن تتواصل معايا على الواتساب كاسئله او كاستفسارات على اي حاجه. النهارده ان شاء الله هنبدا نراجع الموديلات بتاعتنا. في من ضمن الموديلات اللي هنراجعها الدل دي 30 بوصه 2K، سعرها ان شاء الله مميز جدا عندنا. وخلينا بس نمشي بالمقاسات كده على طول، من اول مقاس صغير لحد المقاسات الكبيره ان شاء الله. دلوقتي هنبدا بمقاس ال 17 بوصه. في حاجه زي كده، دي سامسونج 17 بوصه ال سي دي. هو معظم يا جماعه 17 و19 معظمهم، يعني مش كلهم، بيبقى ال سي دي، تمام. الريزولوشن بتاعها اتش دي، بيبقى غالبا 1280 في 1024. المداخل بتاعتها فيها مدخل فيجا بس، البانل بتاعها تي ان بس، ما فيهاش اي مواصفات تانية. في بعد كده حاجه دل دي برضو 17 بوصه ال سي دي، بانل تي ان، الريزولوشن اتش دي 1280 في 1024. المدخل برضو بتاعها مدخل فيجا. بعد كده ندخل في مقاس 19 بوصه. طبعا الناس اللي عارفيني عارفين ان انا في المقاسات الصغيره دي ما بجيبش كتير، يعني بس هنجيب حتتين ثلاثه كده وسط كل دفعه، عشان ايه؟ يعني يبقى في الطلب موجود فيها. يعني ال 19 بوصه عندنا في الجي هانز دي 19 بوصه ال سي دي، برضو الريزولوشن بتاعها اتش دي 1600 في 900، بتيجي بمدخل فيجا وفيها سماعات داخليه، من الحاجات برضو الكويسه فيها والمميزه فيها. بعد كده عندنا الاسوس، الاسوس 19 بوصه ال سي دي، برضو فيها مداخل فيجا ودي في اي، دي فيها مدخلين، فيها برضو سماعات داخليه، شاشه اسوس من الشاشات المحترمه جدا. الريزولوشن بتاعها برضو اتش دي 1600 في 900. في بس عشان تعليق على النقطه دي، في ناس بتسالني المقاسات الصغيره مثلا بيبقى يقول عايز 19 او 17 تبقى فول اتش دي. الشاشات اللي هي الريزولوشن اللي هو فول اتش دي او اتش دي او 2K او 4K بيبقى ليه حاجه اسمها الابعاد، تمام. يعني لان الرقمين اللي بمضروبين في بعض دول بيبقوا بيكسلز، البيكسل دي بتبقى حسب مقاس الشاشه. فانت في الطبيعي مش هتلاقي الشاشه 17 بوصه او 19 بوصه فول اتش دي، الشاشات دي بتبقى اتش دي في الكواليتي بتاعتها. برضو هتلاقي الشاشه مربعه ليها ابعاد غير الشاشه المستطيله، كل شاشه ليها ابعاد. يعني مستطيله مثلا في ال 19 بتبقى 1600 في 900، المربعه بتبقى 1280 في 1024. فناخد بالنا بس من شويه الحاجات البسيطه دي عشان نبقى احنا فاهمين واحنا بنشتري. الشاشه الاس دي مش شاشه محترمه جدا، الوانها محترمه جدا، والشكل بتاعها برضو شكل شيك جدا. بعد كده ندخل على ال 22 بوصه. اول حاجه عندنا هنا دي الفيو سونيك، دي 22 بوصه ال اي دي، الريزولوشن بتاعها فول اتش دي 1920 في 1080. الابعاد بتاعت الشاشه هي ابعاد 16 على 9. المداخل بتاعت الشاشه هي فيجا ودي في اي، وفيها سماعات داخليه، برضو من الشاشات المحترمه جدا الفيو سونيك. ده موديل تاني برضو من الفيو سونيك، برضو 22 بوصه بس دي ال سي دي مش ليد، برضو فول اتش دي 1920 في 1080، ابعاد 16 على 9. المداخل بتاعتها فيجا ودي في اي، وفيها برضو سماعات داخليه. بعد كده عندنا اسوس 22 بوصه، دي برضو ال سي دي، الريزولوشن بتاعها فول اتش دي 1920 في 1080، الابعاد بتاعتها 16 على 9. المداخل بتاعتها فيجا ودي في اي، وبرضو فيها سماعات داخليه. بعد كده بقى عندنا ال ان اي سي، ال 22 بوصه ال سي دي، دي بقى ريزولوشن فول اتش دي بابعاد 16 على 10، 1680 في 1050 بكسل. المداخل فيها فيجا ودي في اي. المميز في الشاشه دي هي السماعات الداخليه بتاعتها، فيها سماعتين بس، دي اقوى شاشه في السماعات، يعني هم كلهم فيهم سماعات داخليه، لكن الشاشات ال ان اي سي معروفه ان هي اقوى شاشات في السماعات الداخليه بسبب السماعتين الكبار اللي موجودين من تحت، صوتهم محترم جدا. ندخل بقى على 23 بوصه. اول حاجه في ال 23 بوصه عندنا الدل، دي دل بي 23 12 اتش، وانا قبل كده راجعت الموديل البي اتش ده كله، البي 23 12 اتش دي ال اي دي، ريزولوشن فول اتش دي 1920 في 1080. الابعاد بتاعتها 16 على 9. المداخل اللي فيها مدخلين فيجا ودي في اي، تمام. البانل بتاعها هو بانل تي ان. بعد كده دي الدل البي 23 14 اتش، دي برضو ال اي دي، ريزولوشن فول اتش دي 1920 في 1080، ابعاد 16 على 9. المداخل بتاعتها فيجا ودي في اي وديسبلاي بورت. البانل بتاع الشاشه دي هو بانل اي بي اس بي اس ار جي بي 99%.
طيب خلينا نفهم الناس على ارض الواقع ايه الفرق ما بين الدل البي 24 12 اتش والدل البي 24 14 اتش. طبعا احنا عارفين ان هم يعتبر نفس المواصفات، لكن الفرق البانل دي بانلها تي ان اللي هي البي 24 بي 23 12 ودي البي 23 14 البانل بتاعها اي بي اس. طب الفرق على ارض الواقع ايه تاني؟ اول حاجه السمك بتاع الدل البي 23 14 اتش هنلاحظ ان هو ارفع بكتير جدا من الدل البي 23 12 اتش، هما الاثنين يعتبروا الترا سليم لكن السمك بتاع دي ارفع من دي. تاني حاجه في الدل البي 23 14 هنلاحظ ان هي فيها حته اللي هي السيلفر دي، واللي بتميزها دايما عن الدل البي 23 12. عشان وانت بتشتري بس انت مش خبير بقى مش عارف تبص على الموديلات بالمنظر اهو عرفنا الفرق ما بينهم. طبعا كشكل اوعاد لو الاوعاد الاصليه موجودين طبعا دول الاوعاد الاصليه بتاعتهم، القاعده بتاعت دي بتبقى اسود في سيلفر، انما القاعده بتاعت دي بتبقى كلها باللون السيلفر. اخر فرق ما بينهم هو المداخل، دي فيها فيجا ودي في اي بس، انما دي فيها فيجا ودي في اي وديسبلاي بورت. بعد كده ندخل على ال HP ال LV 2311، دي شاشه ليد الترا سليم. معنى كلمه الترا سليم عشان نفهمها، في ليد ده مسمى عندنا احنا سوقي في مصر، يعني هم الشركات ما بتعملش كده بس احنا بنقول يعني بنفهم الناس كلمه الترا سليم، يعني الشاشه بتبقى السمك بتاعها رفيع جدا، يعني دي كده بعرض ورقه الشاشه دي السمك بتاعها رفيع جدا، فبتسمى باسم الالترا سليم ان الشاشه السمك بتاعها رفيع جدا. زي الدل البي 23 14 اتش اللي هي لونها سيلفر برضو اسمها الترا سليم. الشاشه دي بتيجي ببانل تي ان مش اي بي اس، الريزولوشن بتاعها فول اتش دي 1920 في 1080 بالابعاد 16:9، المداخل بتاعتها فيها مدخلين بس فيجا ودي في اي، يعني شاشه كده لو واحد عايزها بقى للفرجه للتصفح الحاجات العاديه شاشه ممتازه جدا والانتاج بتاعها حديث. بعد كده ندخل على وحش من الوحوش اللي الناس دايما بتدور عليها وهي ال HP الزد ديسبلاي. كنا اتكلمنا عن الزد ديسبلاي قبل كده، الناس اللي ما تعرفش ال HP زد ديسبلاي هي اعلى شاشه في شركه HP، اعلى موديل في شركه HP في الشاشات فئه الشاشات الاي بي اس. ال HP زد ديسبلاي دي الزد 23 اي، دي بتيجي ببانل اي بي اس اس ار جي بي 95%. الشاشه طبعا LED، الريزولوشن بتاعها فول اتش دي 1920 في 1080، الابعاد بتاعت الشاشه هي 16:9، والمداخل بتاعتها فيها فيجا ودي في اي وديسبلاي في كميه كويسه منها. طبعا جايه الشاشه هنا بالقواعد الاصليه بتاعتها اللي هي بتاعت HP. باكد تاني اي شاشه احنا مثلا غفلنا ان احنا نصورها في الفيديو بالقعده فهي ليها القعده بتاعتها موجوده، بس ممكن يكون الوقت بس خلنا. بعد كده ندخل على المقاس بتاع ال 24 بوصه، الناس بتبدا تركز معانا عشان نبدا نتكلم في حاجات بقى وتفاصيل بقى ونبدا نشتغل صح. اول موديل عندنا دي ال HP ال ZR2440W، الشاشه دي من الشاشات المطلوبه جدا وناس كتير جدا على فكره بتدور عليها وبتسال عليها، بقالي كتير جدا ما نزلتش الموديل ده. الشاشه دي LED IPS sRGB 96%. الموديل زد ار هو من الموديلات الشهيره جدا من الموديلات بتاعت شركه HP في البانلات الاي بي اس، هو بيندرج تحت الزد ديسبلاي، يعني زد ديسبلاي بعد كده زد ار بعد كده حاجات تانية بقى زي الاي ديسبلاي والبو ديسبلاي والحاجات دي كلها. الزد ار 2440W بتيجي بثلاث مخارج، فيها ديسبلاي بورت و اتش دي ام اي وفيها دي في اي. ناخد بالنا بقى من الشاشه دي من حاجه عشان برضو فيها نقطه غفله الناس بتقع فيها. الشاشه دي في منها موديلين، اول موديل اللي هو معانا النهارده زد ار 2440W ودي ال اي دي وفيها مدخل الاتش دي ام اي وديسبلاي بورت طبعا والدي في اي. في بقى منها الزد ار 24W، بالزد ار 2440W ودي بتبقى ال سي دي، للاسف الاضاءه بتاعتها ضعيفه جدا، مش في يعني الشاشات زي ما قلنا 100 مره ان ال LCD انواع، في شاشات ال LCD بتبقى ضايتها قويه، لا هي للاسف ال ZR24W دي ضايتها مش قويه. طبعا الوانها ممتازه بان الاي بي اس بس برده ما فيهاش مدخل اتش دي ام اي، فيها فيجا وديفاي وديسبلاي بورت، هي شاشه كويسه لكن عيبها ان اضاءتها ضعيفه وما فيهاش مدخل الاتش دي ام اي، بس كشاشه اي بي اس كالوان الوانها برده محترمه جدا، ودي اللي هي ال ZR2440W. طبعا الفرق ما بينهم بيبقى ملاحظ جدا
للاسف ما عنديش الثانيه، الثانيه بتبقى تخينه جدا عندي تمام. وزي ما قلنا في الموديل اللي قدام الزد ار 2440 دبليو دي، والثانيه اسمها زد ار 24 دبليو. بعد كده عندنا الاتش بي دي الفي 24 4 اتش. الشاشه دي من الشاشات المحترمه جدا في سنه الانتاج بتاعتها، سنه حديثه، شاشه بانل اي بي اس. المميز في الشاشه دي ان الحواف بتاعتها صغيره جدا، الشاشه هنا بتيجي بانل اي بي اس بي ال اس مشترك من شركه ال جي وشركه سامسونج. شاشه من الشاشات المحترمه سنه انتاج حديثه. الريزولوشن بتاعها 1920 في 1080، الابعاد بتاعتها 16 على 9. المداخل بتاعت الشاشه فيها 3 مداخل فيجا ودي في اي واتش دي ام اي. طيب ندخل بعد كده على الشاشه اللي بعدها، دي الدبابه، دي الدبابه المصفحه ال ان اي سي الياباني معروفه. اي شاشه دبابه بتاعت ان اي سي. طيب يا جماعه خلينا نتكلم بقى بجد، الشاشه دي فرز تاني مش فرز اول، وفي بعض الشاشات على فكره اللي انا بستعرضها دلوقتي ممكن يكون في منها فرز تاني. انا بجيب فرز تاني بيبقى فرز تاني خفيف مش فرز تاني تقيل. الفرز التاني مثلا يعني دي مثلا العيب اللي فيها ان مثلا زرار التحكم فيها مكسور تمام، يعني هو شغال بس كبلاستيكه من بره مكسوره. الحاجات الفرز التاني يا جماعه عشان بس عارفه بتبقى تكلفتها قليله كانت هتقع. فالشاشه دي مثلا دي بسعر ال 22 بوصه فرز اول، الشاشه دي 24، فبيبقى ليها طلبه. يعني في ناس بتبقى عايزه حاجه مثلا فيها حاجه بسيطه، خدش بسيط وبتتنقل ولا حاجه، ويبقى عايزين تكلفه كويسه، فدي اصلا بسعر 22 بوصه. فالفرز الثاني برده دي حاجات بسيطه موجوده عشان الناس تبقى عارفه يعني، وهي بلا تكلفه. انت ممكن وانت عندي تتفرج عليها، عجبك تمام، مش عجبك وعايز تاخد فرز اول برده ليك، انا بعرفك الحاجه دي، دي فرز ثاني فيها كذا، لا دي فرز اول ما فيهاش حاجه، وانت برده بتختار في الاخر اللي يريحك. فدي برضو ان اي سي 24 ال سي دي فول اتش دي، فيها مداخل فيجا وديفاي. شاشه ال سي دي بس ضوئتها قويه، الوانها متوسطه يعني ممكن حتى قريبه للضعيفه شويه، الوانها مش افضل حاجه الصراحه في المقاس ده يعني. وندخل على اللي بعدها. بعد كده عندنا الديل الالترا شارب، دي كنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، نراجعها بسرعه. دي الديل اليو 24 10 اف، كنت عاملها مراجعه شامله حتى للشاشه دي. الريزولوشن بتاعها فول اتش دي 1920 في 1200 مش في 1080، ناخد بالنا. الابعاد بتاعتها 16 على 10. المداخل بتاعتها فيها كل المداخل فيجا، دي في اي، ديسبلاي بورت، اتش دي ام اي، اس فيديو، فيها الواي بي ار، وفيها يو اس بي، فيها كل المداخل اللي انت ممكن تحتاجها. الشاشه دي بتيجي بانل اي بي اس اس ار جي بي 100% والادوبي ار جي بي بتاعها 100% او 96 97 مش فاكر بالظبط الرقم. الشاشه دي باضاءه ال سي دي مش ال اي دي. بعد كده ندخل على الديل الالترا شارب اليو 24 13 اف. الشاشه دي انا من وجهه نظري الشخصيه ان دي افضل شاشه شركه ديل عملتها في فئه الالترا شارب، مع انها بعدها عملت اليو 24 19 و17، لكن الشاشه دي هي الافضل. التانيين طبعا فريمليس طبعا اللي متابع الموديلات يعني، بيس ار جي بي تقريبا 101%، الادوبي ار جي بي بتاعها 100%. الشاشه دي كالوان او كونتراست معمول فيها، معمول فيها شغل حلو جدا. الامكانيات برضو اللي معموله فيها مثلا زي الزرار اللي هو السنسور من قدام لما بيصبعك بيوصل له فبينور فبيفتح المنيو، فيها شغل كويس. الشاشه دي معمول فيها الصراحه شغل جامد. انا يعني شفت الموديلات الثانيه صراحه فيها الشاشه دي فيها كونتراست وفيها تظبيط الوان افضل من الشاشات الثانيه اللي هو 24 13 اف، كنت جبت منها حته مارفلز وبرده مش موجود منها غير حته واحده في الدفعه دي. الشاشه دي بتيجي باربع مداخل دي في اي وديسبلاي بورت ان واوت، وفيها اتش دي ام اي وفيها الميني ديسبلاي بورت. الريزولوشن بتاعها فول اتش دي 1920 في 1200 بابعاد 16 على 10. البانل هنا مشترك من شركه ال جي وشركه سامسونج، عاملين بانل اي بي اس بي ال اس. من الشاشات المحترمه جدا لاي حد بيدور على يعني شاشه بقى اللي هي ما فيش افضل منها يدور على الموديل ده، بس ما اعتقدش انه هيلاقيه بسهوله، موديل شائع جدا في السوق. بعد كده ندخل على الديل دي البي 24 17 اتش. دي ال اي دي اي بي اس اس ار جي بي بتاعها 99%، فيها 3 مداخل فيجا وديسبلاي بورت واتش دي ام اي، فيها يو اس بي 3. من الشاشات الموديلات الحديثه برضه بتتميز ان الحواف بتاعتها رفيعه جدا والشاشه كويسه جدا. بعد كده بقى ندخل على الفيوسونيك. الموديل ده مش هتلاقوه في اي حته، موديل نادر شويه. الموديل ده من شركه فيوسونيك، طبعا الريزولوشن بتاعه فول اتش دي 1920 في 1080، الابعاد بتاعتها 16 على 9. البانل بتاع الشاشه هنا هو بانل في اي مش بانل اي بي اس، عشان خدوا بالكم في ناس الفي اي قريب جدا من الاي بي اس في الالوان بتاعته. المداخل بتاعت الشاشه هنا بقى فيها فيجا، اتش دي ام اي، دي في اي،
وفيها ديسبلاي بورد ان واوت، وفيها ميني ديسبلاي بورد، وفيها يو اس بي 3، فيها كل المخارج اللي اي حد محتاج شاشه كمبيوتر بيحتاجها. الشاشه هنا برضو فيها سماعات داخليه صوتها فوق المتوسط، تمام. الشاشه محترمه جدا، الوانها ممتازه. طبعا ما تنفعش الحد بتاع ايديت او شغله كله في الالوان، الوانها مش اعلى حاجه يعني زي الاي بي اس وكده، لكن الوانها محترمه جدا. دي اتش بي 24 بوصه ال اي دي اي بي اس، الريزولوشن بتاعها فول اتش دي 1920 × 1080، الابعاد بتاعتها 16:9، المداخل بتاعتها فيها فيجا وديسبلاي بورت و اتش دي ام اي، فيها كاميرا اماميه من هنا بقوه 2 ميجا بكسل، وفيها من تحت مسطره سماعات صوتها متوسط، تمام. طبعا الشاشه بتيجي بالقاعده بتاعتها اللي هي بتاعت اتش بي اللي هي المعدن من هنا، يعني الحمد لله 90% من الشغل بصوره لكم ده او 95% بالقواعد الاصليه بتاعت الموديل بتاع كل شاشه. ندخل بقى على المقاسات الكبيره. قبل ما نتكلم على اخر مقاسين اللي هو ال 26 وال 30 بوصه، تستشر تحت على زر اللايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول، وتقدر تعرف الاسعار وتقدر تتابع كل الشغل اللي بينزل لنا اول باول، وسواء حتى من ناحيه المعرفيه يعني الفيديوهات اللي بنشرح فيها اي حاجه. الشاشه اللي معانا النهارده دي ان اي سي دي 26 بوصه، تمام. الشاشه دي الهيكل بتاعها ال سي دي، مستوى الاضاءه الداخلي هو ال اي دي برايتنس، يعني الاضاءه بتاعتها ال اي دي، لكن بناء الهيكل بتاعها هو ال سي دي. الشاشه هنا بتيجي بريزولوشن فول اتش دي 1920 × 1200، الابعاد بتاعتها 16:10، بتيجي بانل تي ان. الشاشه المميز جدا فيها هي السماعات الداخليه بتاعتها، فيها سماعات صوتها محترم جدا، جزئين السماعات اللي تحت دول نفس فكره بالظبط ال 22 بوصه، هي دي الموديل بتاعها من ال 26 بوصه، فيها المدخلين مدخل الفيجا وديف اي. برشحها جدا الشاشه دي لاي حد حابب ياخد شاشه يشغلها تلفزيون ياباني، شاشه محترمه جدا، والبناء بتاعها من البنايات اللي الناس بتحبه، اللي هي يعني بتكلم على مستوى التصنيع كخامات. عندي كان عندي ال ان اي سي ال 27 بوصه اسمها ان اي سي اي 274 دبليو ام اي، دي كانت توكي اي بي اس اس ار جي بي 100%، كانت شاشه محترمه جدا، بس خلاص يعني اتباعت قبل تصوير الفيديو وراحت لصاحب نصيبها. خلينا بقى ندخل على اخر حاجه في الفيديو واهم حاجه في الفيديو بالنسبه لي انا، يعني هتكلم عنها. اخر حاجه بقى معانا النهارده وهي الديل ال 30 بوصه، دي الديل 3007 دبليو اف بي تي. الشاشه هنا البانل بتاعها هو بانل اي بي اس، تمام، والريزولوشن او الجوده بتاعتها 2K، والمداخل بتاعت الشاشه هي مفيش غير مدخل واحد وهو مدخل الدي في اي. هيتخيل الناس هنا فكره هو ازاي الشاشه دي 2K ودي في اي، واحنا عارفين ان ال 2K غالبا يعني او معظم الناس اللي فاهمه عارفه انه بيبقى على الاتش دي ام اي والديسبلاي بورد. الدي في اي في منه نوعين، في دي في اي دويل لينك وفي دي في اي اللي هو العادي اللي احنا عارفينه. الدي في اي دويل لينك ده بينقل بجوده ال 2K، فالشاشه دي عشان تستمتع بجوده ال 2K بتاعتها لازم تنقل بدي في اي دويل لينك، وهو كابل موجود في السوق يعني، وحتى انا بحاول دلوقتي اوفرها عشان الشاشات دي نعرف نقيسها بجوده ال 2K. انا عندي كابلين يعني، بس بحاول بس عشان اشوف اجيب كابلات تانيه عشان بقيه الشاشات اللي عندي من ال 30 بوصه، بس هو ككابل متوفر. الشاشه هنا جايه بالقاعده الاصليه بتاعتها اللي هي ال 30 بوصه، دي القاعده بتاعتها. نقطه الشاشه هنا الشاشه بانل اي بي اس زي ما احنا عارفين. طب هل حد بتاع مونتاج وجرافيك يقدر يشتغل على الشاشه بالبانل ده؟ في كلامنا هنا البانل اي بي اس هنا الوانه كويسه، لكن انا شايف ان هو قديم. طبعا الشاشه دي الفيديو سنه انتاجها قديمه شويه، فالبانل الاي بي اس اللي هنا الوانه جميله، لكن مش واحد يشتغل عليه مونتاج ويبدا يهتم بدقه الالوان. واحد الشاشه دي برشحها جدا بقى للالعاب، مش افضل برضو حاجه يعني كسرعه استجابه وكده، لكن يعني حلوه كشاشه كبيره للالعاب مثلا بقى، زي كانك فاتح بلاي ستيشن مثلا عليها بيس والكلام ده، الالعاب اللي هي بتحب الشاشه الكبيره بجوده 2K. وتاني حاجه برشحها للناس بقى اللي بيحبوا يتفرجوا على الافلام والكلام ده، هتعجبهم جدا، الوانها ممتازه زي ما قلنا ما ينفعش حد يشتغل عليها، لكن كالوان بقى كمشاهده افلام وكده الوانها ممتازه جدا. الشاشه هنا طبعا وكل شاشات الدل او يعني معظمها بتدعم ان انا اركب السماعه الاستيراد اللي احنا كنا شرحناها في الفيديو بتاع الدل الالترا شارب. بس قبل ما نقفل الفيديو ما تنساش تضغط تحت على زر اللايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول. الناس اللي حابه تعرف الاسعار رقم الواتس بتاعنا موجود، تقدر تتواصل معانا على الواتساب، ممكن تبعت تقول محتاج الكتالوج، بيبعت لك الكتالوج فيه صور كل شاشه تحتيها سعرها والموديل بتاعها والمخارج اللي فيها، ولو في شاشه فرز تاني او حاجه بيبقى مكتوب برده موضح الفرز اللي فيها، واللي فيه منها فرز اول مش مكتوب تحتيها حاجه عشان الناس تبقى عارفه كل حاجه. بس كده، وكان معاكم يوسف الشبراوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.